تعالوا بقى نشوف مقادير بابا غنوج ونشتغل فيه على طول. عندي بتنجان مشوي، بشوي شويه الخضار دول، بشويهم في الفرن، بدهنهم شويه زيت وبدخلهم الفرن بصاج يتشوا. عندي شويه بتنجان مشوي، عندي فلفل مشوي، بصل مشوي، ثوم مشوي، كله بشوي. ممكن تعملوه طبعا مش مشوي، بس ده بيعلي التست جدا، وهتشوفوا واحنا شغالين هيوديكوا فين الموضوع. طحينه، وعندي ثلاث فصوص من الثوم وبقدونس مفروم وملح وفلفل. يبقى شاويه كل الخضار اللي عندي، البتنجان والفلفل والبصل والثوم، وعندي شويه طحينه وبقدونس مفرومين وملح وفلفل. تمام. طيب عندي في الكبه كده هبدا البصلايه اللي انا شوياها كله كده، ايه، هبدا ان انا افرم. طبعا في ناس ما بتحبش تحط بصل، بس هو البصل بيخليه حلو قوي لو مشوي كمان. بصوا الخضار كله مدي ريحه وطعم الشوي، بيبقى مدخن كده البابا غنوج، فبيبقى حلو قوي. عجينه البيتزا برضو واحنا شغالين كده هنقولها، مش هعمل حاجه غير ان انا هحط كل الخضار هنا واحنا بنضربه. عجينه البيتزا كيلو دقيق، هتنزل برضو المقادير، كيلو دقيق عليهم معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، ورشة ملح، وثلاث معالق أو ربع كوباية من الزيت، ويفضل لو زيت زيتون. وعندي هنعجن كل ده بمية دافية. تمام. دي عجينة البيتزا. هنبدأ بقى نتبل شوية كمون، شوية ملح وفلفل. تمام. هنحط البتنجان كمان. كل الخضار اللي عندي هحطه في الكبة يتفرم مع بعض. تمام. حاضر. تمام. هبدأ بقى أفرم كل الخضار اللي معاه اللي أنا حطيته ده، الخضار اللي أنا شوياه، مع شوية التوابل اللي أنا برضو حطيتهم. تمام كده، جيب الطبق بقى بتاع التقديم. انا كده قلبت كل الخضار اللي انا شوياه، قلبته مع بعض في الكبه، او فرمته مع بعض سوري في الكبه، حطيت عليه التوابل، ودلوقتي حطيت عليه الطحينه، وهكمل كمان شويه الطحينه اللي هنا، وبرده البقدونس لسه هحطه عليه. شكرا. الكزبره سوري، ما بحبش بصراحة أفرم الكزبرة أو البقدونس اللي احنا هنحطه معاهم، بحبه يبقى أخضر كده داخل في الوصفة. تمام بالشكل ده كده. هبدأ بقى أجيب الطبق اللي أنا هغرف فيه أهو. بصوا جربوها بالطريقة دي، جربوا البابا غنوج بالطريقة دي، بطريقة الخضار المشوي دي، يعني هتبقى مختلفة خالص عن البابا غنوج اللي احنا بنعملها. طعمها بيبقى حلو جدا، الخضار المشوي بيدخن لي السلطه بتاعتي. انا مش عاملاها زي البابا غنوج اللي احنا بنعملها، اللي هي البتنجان بس لوحده بالثوم والطحينه وخلاص، لا انا عاملاها كمان بالخضار المشوي، فطعمها حلو جدا، ويعني رايحه كده في طعم تاني بطعم الشوي، فمدياني حاجه مدخنه كده سلطه حلو جدا.